الإعاقة ما عمرها تكون سبب في الوقوف أمام طموحنا وآمالنا. اليوم قصتنا مختلفة عن باقي القصص، توضح لنا أن عشقك للشيء ما يوقف طالما في إرادة. بكل تأكيد تمر علينا أيام صعبة، لكن بالإصرار نتغلبها. خلونا نسمع قصة ضيفنا لليوم الملهم عبد الله الريشان، الملهم اللي حنسمع منه الكثير وعن نقاط التحول اللي إحنا حنستلهم منها أكثر وأكثر. روح روح يا حبيبي. كانت هذه متابعينا لمحة ورحلة قصيرة كذا في حياة الملهم والبطل عبد الله الريشان، اللي أكيد نسعد إنه يكون معنا اليوم في استديوهات قناة السعودية وفي برنامج من السعودية. أهلا وسهلا ومرحبا فيك. الله يحييكم جميعا أستاذ نوها أستاذ مجاهد، أمسي عليكم بالخير وعلى الطاقم اللي معنا وعلى جميع المشاهدين. إن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم، مفيد ومثمر بإذن الله. اليوم يا عبد الله، أو خلينا نقول كابتن عبد الله، انه اليوم ما راح نخليك اصلا تمشي منهله الا ماخذين منك كذا التوصيات، احنا والمشاهدين ومجاهد طبعا نستلهم منك ان شاء الله. عبد الله، انت كنت لاعب كره قدم سابق. أيوة. ولاعب طائره، اتوقع في نادي الطائي، وطبعا ما شاء الله عضو في جمعيه الثقافه والفنون، غير النشاطات اللي قاعد تحقق فيها وتنجز فيها. احنا نبغى نتكلم عن المرحله اللي قبل هالانجازات، لما نتكلم عن عام 2011 اللي يمكن صارت فيها الصدمة أو الحادثة لعبد الله. طبعا كانت بداية الحادث، أو أقول قبل الحادث، يعني لاعب، فكانت أحلامي شبه يعني مو محددة ودارجة بين المجتمع، اللي هو مرحلة مثلا وظيفة زينة واستقرار زواج. ف 2011 كنت أميل يعني للشعر، كنت أميل أيضا لتلحين العرض السعودية. دخلت في أحد الفرق الشعبية وشاركنا في مهرجان الجنادرية. السنة الثانية اللي هي سنة 2011 جانا قرار أننا نشارك، فاجتمعت أنا ورئيس الفرقة الله يرحمه ويغفر له الأستاذ سليمان الناصر الله يرحمه أبو بندر. كنا نروح بس عشان الجنادرية ناخذ الأوراق والتصاريح عشان لا يجينا مركشي جاهز، يكون سهولة الدخول يعني كل شيء سهل علينا. رحنا الرياض، وسبحان الله اللي معي كان غريب ذاك الليلة، كان سلام وحار، أحس أنه وداع هنا. إحنا راجعين أنا أذكر كل لحظة إلا لحظة الحادث سبحان الله.
وحنا راجعين قبل المجمعة إن شاء الله القدر عاد صار علينا الحادث. الله يرحمه ويغفر له يا رب. سؤال عبد الله، يعني بعد الحادث، يعني ما شاء الله تبارك الله، قبل الحادث مجموعة من المواهب الشعر والرياضة، بس تقول ما كان عندك هذا الحلم، بعد هذا شلون حولت هذه الصدمة والفاجعة إلى نجاح مختلف وضخم جدا بالفعل. يعني شوف في كل المجالات طلعت وأبدعت كتدريب وشلون اكتشفت نفسك وجددت نفسك بالحادث، شعورك بعد الحادث؟ شوف سبحان الله، أنا دائما أردد في كل مكان أنه الأمر اللي يصيب الإنسان والله خيره. فأول شيء أنا انصدمت، يعني دخلت في غيبوبة قرابة شهرين أو زيادة كذا، بعد ما فتحت من غيبوبة فعلا كنت ما أدري أنا ليش هنا. بعدين عاد عرفت أني أنا سويت حادث، ولكن كان معي شخص، وين هالشخص؟ والله كانوا الجميع كلهم يتهربون عشان ما يبوني يعلموني أني توك صاحي، ما يبي إيه ما يبي يعلموني أنه توفى. حتى الشيء الأهم أنه حتى رجولي ما تحرك، وأقول لهم عاد أنا ليش رجليني ما تحرك يا جماعة علموني، يقول لا ما عليك كسور إن شاء الله ونطيب. فس لو هي كسور كان تحس في ألم، لكن أنا رجولي ما فيها أي ألم، حتى إحساس ما فيها إحساس. يوم من الأيام عاد عرفت إحدى الزيارات، وأنا سبق وقلتها في إحدى القنوات، كان كبير بس إنه صوته عالي، عاد سمعت إنهم قالوا شلون عبد الله؟ قال عبد الله والله انشل كذا، عبد الله انشل واللي معه توفى. انصدمت والله، لكن عاد رضيت بقضاء الله وقدره، كتبوا لي خروج. اول ما طلعت عاد من المستشفى خلاص حسيت ان حياتي انتهت. وش كان شعورك وقتها؟ لا يوصف، خوف، الم، ما ادري كيف انا راح اكمل حياتي. طيب عبد الله، شوف بطبيعتنا ترى احنا البشر وهذا موجود فينا، سواء اللي تعرض لحادث او تعرض لموقف، سبحان الله لحظه العجز هذه تجي البشر الضعف سبحان الله، وهي اللي دائما تربطنا بالله وبخيره الله. نعم، وما ندري ايش. نعم، ممكن يصير. نعم، في الغيب. متى حسيت بالعجز؟ متى حسيت انه انا عبد الله احس ما عاد لي اي لازم؟ يوم طلعت بالكرسي المتحرك خلاص من المستشفى. اي، لدرجه انه بعض الصيغ الطبية تخوف. شلون؟ كاتبين إعاقة دائمة. وين قريتها؟ قريتها في إحدى التقارير. أنا طبعا كنت منوم في مستشفى سليمان الحبيب هنا. هذه اللي خلاص سكرت بوجهي. يعني كل شيء بشهرين غيبوبة، وبعدين جاتك جاك فجعك الخبر بطريقة غير مباشرة. نعم، وطلعت وكان شعورك يعني فترة خروجك بالكرسي المتحرك هذه الفترة الصعبة، لدرجة أني يوم طلعت من المستشفى أحس أن كل المجتمع الخارجي أنه يشوفن وأنا على الكرسي، هم لمي بس كلها تخيلات. أهم سؤال في بالي الحين، في بالي كل شخص يتابع، وشلون قدرت تحول هذه الصعوبات وزادت الصعوبات عليك والتحديات إلى نجاح في كل مجال تدخله؟ وشلون حولت هذا من الجانب السلبي إلى جانب إيجابي مختلف، صرت ملهم لأي شخص يشوف عبد الله أو يعرف عبد الله أو حتى يشوف وش إنجازات عبد الله؟ جميل. طبعًا بعد ما طلعت مستشفى وجيت البيت، ويعني كنت النفسية يعني حرب مع نفسي أنا، إلى الجميع يعني أخوياي أقاربي حتى أهلي كانوا يحاولون إنهم يطلعوني من حاجز الإعاقة. صراحة أشوف والدي، الوالدة، أنا موقف ممكن هو اللي كان لي سبب مع العائلة، يعني مع أمي خاصة. إيش الموقف؟ أنا شوف دائما أقول أضعف أمام هالموقف، بس أبكون يعني قوي الآن. أذكر أنا في عيد الفطر عايدوني الصبح الأقارب الأصدقاء وطلعوا، عاد خذيت لي غطة. يوم قمت ما رأيت أمي جالسة عاد عند التلفزيون. إي والله، والمفروض إنه الأقارب أو أمي إنها تجتمع مع الأقارب ويتعايدون يعني بالليل ويجلسون سوا، إيه، ويحتفلون. إي والله عاد أمي جالسة، قلت عاد يمه أنت ليش ما رحتي معهم؟ والله التفتت لي كذا وتبتسم. إي والله، قالت العيد عندك يا ولدي، يسوى الدنيا وما بعد. الله يحفظها لك ويطول بعمرها. إي والله الحمد لله. سبحان الله، بعد هالكلمة والله حسيت انبوه شيء يجيني
يقول عبد الله تراك والله تبي تغير، قم قم لاني والله بس بالسرير جثه. ما جربت؟ ما حاولت حتى تجرب؟ لا حتى يجيبوا لي ابوي ما قصر يجيب لي علاج طبيعي، بس والله ماني متقبل هذا الشيء للأمانة. لسه لازم تتعايش كان وقتها. اي ما قدرت والله ما قدرت. بعد هالكلمه عاد ابوي والله ما قصر معي، انا سبق قلت انه ابوي والله يقضي حاجتي يشوفان، وانا من يعني حزين ومتالم، بس لما ابوي يشوف انا حزين اكيد انه بيحزن. صح. فاني احاول اكابر ابتسم. ليش؟ عشان حتى هو يبتسم. عبد الله احيانا حب الام والاب لما تلاقيه قدامك يتعب، لما تلاقي فعلا طلع فيهم وطغى فيهم حب خصوصا بعد الحادث. اكيد لك مواقف معهم، تصرفات معينه يعني تقول ايش هالحب اللي طلع الان والحب اللي يختلف عن اول بشيء كبير. نعم والله ما نلحق جزاهم مهما كان الوالدين يعني، ومهما كبرت بظل بعيونهم طفل. هذا اللي اشوفه لحد الان. اي يعني وانا جاي يتصلون علي يعني شوف. فبعد كلمة أمي عاد جيت لأم أبوي قلت يبا أنا أسمع عن مدينة الأمير سلطان. إيه. قلت يبا أبي مدينة الأمير سلطان، انبسط أبوي. قال زين. حين تواصلنا مع مدينة الأمير سلطان، طبعا حكومتنا الرشيدة ما قصرت مع التعاون مع وزارة الصحة ومدينة الأمير سلطان أنهم يتنومون زي حالات إصابات النخاع الشوكي. جيت لمدينة الأمير سلطان، اول شيء ما قبلوني، كان معي جرح بسبب ان دائما مستلقي بالسرير. ايوه عالجت الجرح. اي على تقرحات عالجت الجرح ورجعت. صار في موقف حطوني بقسم، اساسا من يوم دخلت القسم الوضع غير طبيعي، لا من ناحيه التمريض لا المتنومين داخل القسم. جيت بتمرن بيعطوني على التاهيل، كانوا يعاملوني معامله الطفل، يعطوني بطاطس عصير حلاو، يمسكون خدودي كذا. فحد الممرضات فعلا تقول جتا يعني انت كويس، فضربت يده. زعلت؟ اي انا زعلت، انا ماني وغد انها تسوي بي كذا. عاد رجعوني لما الغرفه، جيت لام ابوي قلت يبا انا ماني وغد يسوون بي كذا. فجاه جت احد اخصائيه نفسيه جت عندي وقربت عند السرير، قالت يا عبد الله انا بسالك اسئله وتجاوبها. قلت تفضلي. قالت من ربك؟ عاد وانا اضحك قلت هذا سؤال تساليني انا؟ قالت لو سمحت جاوب بس. عاد انت قال واصله معك من اول. اي يعني هذا سؤال اللي الوغد اللي حتى ما دخل بالروضه يجاوب عليه. فشفت انها تكتب، جاوبت على اسئله يعني صراحه للصغير مو لي انا يعني رجال. فجاءت انه التقرير اللي جاهم من مستشفى سمانة حبيب في ضربه بالراس. فالقسم اللي انا ابوه كان المتنومين اللي عندهم ضربات راس، الله يشافيهم ويعافيهم. امين يا رب. عاد خذوني حطوني بقسم ثاني اصابات النخاع الشوكي. ايوه. واعطوني فتره 3 شهور علاجات، اضافوا لي العلاج النفسي، والحمد لله خلال 3 أسابيع شالوا العلاج النفسي. فعلا كان عندي انطلاقه اني ما راح ارجع زي اول. وحتى اهلي زاروني مدينه الرياض ما يبوني اجي يوم شافوا التطورات. رجعت عاد للبيت، فالان ابدا المستقبل. من هنا بدات كل التحولات. والله برافو عليك. جميل جميل. هنا الانطلاقه، كانت الانطلاقه هنا. لكن اذا تسمح لي عبد الله، يعني معانا الحين متابعينا والد عبد الله اللي اكيد استاذ سعد اللي بينضم لنا عبر الهاتف، الله يمسك بالخير. وصراحة إن قصة بطل كنت فيها كمان البطل في إنه فعلا يرجع عبد الله بهذا الإصرار العظيم. مساء الخير. يا مساء النور. يا أهلا وسهلا. إياك الله على بك. يعني السؤال المهم جدا، أهم عنصر في تجاوز هذه الصعوبات والتحديات تكون في بيئة داعمة. لو تعطينا القصة من جانبك كوالد يشوف هالأزمة اللي يمر فيها ابنه. والله يا عزيزي المراحل اللي مر فيها عبد الله مراحل كثيره صراحه، يعني ما هي مرحله واحده، فيها تحديات فيها صعوبه، ولكن اذا انا كنت مشجع وداعم له ومع اصراره والعزيمه له
الحقيقة تجاوز المرحلة الحمد لله، وصل إلى مرحلة الحمد لله شكرا. وكنا دائما ندعو ودائما أشجع دائما أقول له لا، وعزيمته وأصراره الحمد لله والشكر تجاوز كل المراحل الصعبة اللي مر بها الحمد لله. الولد عبد الله كان طموحاته الحقيقة ما له حدود، وفعلا حصل مر بموقف يعني وكان حالته حالة مثلا انعزال، ولكن الله الحمد الشكر مع الدعم والتوفيق الله الحمد الشكر مع عزيمة وصاله مثل الله، لأن كان عنده طموح، كان عنده طموح دائما أقول له انس إنك معاق، انس إنك معاق، شوف الإعاقة الإعاقة الذهنية ما هي الإعاقة الجسدية، ولله الحمد الشكر الولد قام يستفيد الله الحمد الشكر ويسمع الكلام الله الحمد الشكر ومع أصراره وعزيمته وصل إلى موصل. جميل أستاذ سعد، أول شيء نهنيك على هالنموذج كابتن عبد الله، ما شاء الله يعني حتى قلنا بداية فقرتنا قلنا يعني ما شاء الله حقق إنجازات ولا زال يمارس طموح وشغف وقاعد ينجز وينجز. وين السر؟ وين السر يا أبو عبد الله؟ وين الوقفة اللي فعلا خليت فيها عبد الله ينطلق يتغير من وقت الحادث؟ ما في سر، ما في سر، هو اصلا انطلاقته نفسه كانت طموحاته كبيره جدا الحمد لله، وكان يساعد ما انا ما اقول له محاق، انا اقول له صاحب همه، لاني اطلق على المعاقين كلهم اصحاب الهمه ما اقول لهم معاقين، لانه كان يساعد حتى اخواني والزملاء واللي كانوا عندهم حالات انطواء ومعتزلين عن الناس انهم يزورهم بيوتهم ويتكلم معهم ويحكي عليهم ويشرح له حالته واللي وصل اليه الله الحمد لله، وهذا اللي خلى عبد الله يصل الى هذا المصير الله الحمد لله. جميل. طيب استاذ سعد، ابو عبد الله نعم، بدايه الفقره وانت تسمع وتشوف عبد الله على شاشه قناه السعوديه وفي من السعوديه ونعتز انه يكون معانا، فخورين انه معانا، شعورك في هاللحظات على ما نتصل عليك وش شعورك وانت تشوف عبد الله؟ والله صراحة ما أقدر أوصف شعوري الحقيقي. عطنا وصفنا بالكلمات كذا، وش كانت في داخلك كذا وأنت تشوف عبد الله على الشاشة؟ رجع بطل زي ما تعودت عليه ورجع عنده طموح وأحلام كبيرة. أبو عبد الله تسمعنا؟ أستاذ سعد؟ فصل الخط، نتمنى يا أبو عبد الله أنك ترجع تتواصل معنا، ضروري مهم أن احنا نعرف الجندي المجهول اللي كان خلف الكابتن عبد الله والرجل المنجز والرائع اللي موجود معنا، يعني خلينا نقول الدموع تخجل من قوتك الآن يا عبد الله. الحمد لله، والله دموع فرح الحمد لله. اي والله الحمد لله، إيمان 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 الوالد فيك، وزي ما شفنا كلماته كانت تخليك دائما حتى الشيء الصعب تقول حتى المستحيل يلغي بالنسبه لك. اي والله، شوف لما تذكر المراحل اللي انا مريت به وكيف تجاوزته، ترى هذه شيء كبير بالنسبه لي حتى لاسرتي وحتى لاقاربي واصدقائي كلهم، لاني مريت بمراحل لدرجه كنت افكر بافكار سلبيه، كنت أقول المرحلة وصلت إنه انتحار، انتهى دوري خلاص، يعني تخيل بالكرسي وش بسوي بالكرسي، لكن الحمد لله الكرسي هذا صار لي فاتحة خير سبحان الله، ربي ياخذ ويعطي الأجمل. اي والله الحمد لله كابتن عبد الله، شوف الحين خلصنا من هالمرحلة مرحلة التغير ومرحلة، نبغى الحين نظرة الناس لك يوم تشوفك عبد الله اللي تذكروه أول ما طلع من المستشفى، اليوم عبد الله تغير، اليوم ما شاء الله تتسابق الصحف والقنوات انها تظهرك وتظهر انجازاتك، اليوم كيف ردت فعل الناس وتحس كذا طموحهم في عبد الله؟ الحمد لله، لا الناس يقولون وانا ما ادري اشوف هالشيء ولا لا، يقولون انت الان شخص يا عبد الله مؤثر، شخص عبد الله انسان راح تكون تغيير لاشخاص، مو بس على ذوي الاعاقه حتى الاشخاص الاسوياء، فالحمد لله.
وانجازات مستمره في رياضات مختلفه في التدريب الحين وفي الطائي. الحمد لله. في اكثر من طبعا نادي الطائي وانا اقتنم فرصه من هنا شوف الصوره هذه بس لو ترجعون اللي مع مخرجنا صوره الطائي الصوره اللي مع ايوه شوف الصوره هذه كانت في احتفال نادي الطائي الدوري الممتاز والحمد لله عادت الفرحه الان والطائي رجع الدوري الامير محمد بن سلمان فمن هذا المكان وبارك لهم مجلس الاداره عبد الرحمن ضبعان وعسى الله يوفقهم ان شاء الله. ايضا نادي حائل ذوي الاعاقه لا زال يعمل تحت رئاسه مجلس الاداره عبد السلام العامر ايضا ابارك له في تجزيته قبل يومين انه يكون رئيس مجلس الاداره المرحله القادمه مع المدير التنفيذي ايضا الاستاذ مشعل الصويطي لا زالوا يعملون للاعبين الموجودين داخل اسوار النادي وبالامانه لامسنا احتياجهم اجتماعيا ورياضيا ايضا لا ننسى بعد ايضا انا دائما اقول الام في رياض ذوي الاعاقه اللي هي اللجنه البارالمبيه اللي لا زالت تعمل وتطور رياضه ذوي الاعاقه فنسال الله لهم التوفيق في صحيح حريصين على طوكيو والجاديه فعلا شغل. فعلا حريصين على تحقيق اهدافهم مع الابطال اللي موجودين في المنتخب وفي الفريق لكن خلينا الحين عبد الله بنرجع للوالد الاستاذ سعد الريشان ابو عبد الله لو سهل فيك يا ابو عبد الله استاذ سعد الحين نبغى كلمه من عبد الله لك وش تقول للوالد يا عبد الله والله هي شوفي انا اقول ما الحق جزاهم وكلمه له عسى الله يطول بعمره ويرزق بره اليوم ابوي هو عريس هالحلقه للامانه الله يطول بعمره الله يحفظه لك يا رب يطول بعمره ان شاء الله اكيد يعني لحظه فخر نعتز اكيد بوجودك مكملين معك عبد الله لكن السؤال الحين مهم جميل. عن الجانب الفني انا ودي بخاطري ان نختم الفقره هذه بالفن وانت مشارك كنت في فرقه للعرضه وللفن وتجربتك في الفن يعني ودي تكلمنا عن هذا الجانب وعن واذا نسمع شيء كذا احنا ما تكلمنا عاد بالانجازات اللي صارت لي بعد الاعاقه ممكن بشكل سريع يعني الحمد لله من 2016 او 2015 شاركت مع المنتخب السعودي في بطوله فزاع ايضا عملت مساعد مدير تنفيذي مع الدكتور ياسر السميري في جستر منطقة حائل جمعية السعودية التربية الخاصة التابعة لجامعة الملك سعود أيضا سفير لعدة جمعيات جمعية هتكا فريق يمام التطوعي أيضا سفيرا لجستر الشمال أيضا لاعب ومدرب في نادي حائل لذوي الإعاقة الشيء الأهم والمهم أني احد موظفين الشركه السعوديه للكهرباء الله يوفقك اللهم الله يوفقك الله يعطيك العافيه يا كابتن عبد الله الرشام فعلا الهام مو سهل عبد الله مو تحول لشخص منجز بس عبد الله تحول لشخص ملهم وله دور كبير في زياره المرضى ودعمهم وتحفيزهم تحفيز نفسياتهم ما ننسى نقول ابو عبد الله وام عبد الله الله يطول بعماركم فعلا احيانا الغلا يظهر بطريقه نقول الحمد لله على نعمتها ونتمنى لهم إن شاء الله يا رب دوم الرعاية والله يديم كل النجاحات والإنجازات وإن شاء الله نحن استفدنا من فقرة كابتن عبد الله اليوم مطولين وموجودين معاكم وكثير من المفاجآت لكن بعد الفاصل.